السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، وسنناقش فيها استمرار ارتكاب الاحتلال لمجازر في غزة وقصفه على مناطق عديدة وعلى رأسها خان يونس، في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية لليوم الخامس جلسات الاستماع لعشرات الدول، وثلاث منظمات دولية تشكك في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. سيكون معنا في هذه التغطية الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام أعواد، وأيضا سيكون معنا عبر سكايب من قطر رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور معتز المسلوخي، ومن جنين عبر سكايب رئيس مركز جنين للإعلام عدنان الصباح. أهلا بكم ضيوفنا الأكارم. إذن مشاهدينا نخرج إلى فاصل ثم نواصل. أهلا ومرحبا بكم إذا مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للأحداث الجارية في غزة. يسرني أن أرحب بضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد السلام عواد. حياكم الله أستاذ عبد السلام. حياك الله وحيا الله ضيوفك والمستمعين والمشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ عبد السلام. يعني بداية وبعد أكثر من 140 يوما على الحرب، الاحتلال كما تعلم يعرقل كل الحلول السلمية ويواصل احتلال الأراضي الفلسطينية. السؤال هنا، لماذا يصر نتنياهو على الاستمرار بهذه الحرب رغم لربما الخسائر الفادحة التي تمنى بها قوات الاحتلال إن كان على الصعيد الميداني أو حتى الدبلوماسي الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، قبل اندلاع هذه الحرب كان نتنياهو عبر تاريخه الطويل عندما انتخب أكثر من مرة رئيسا للوزراء وفي هذه المناصب المتعددة كان يسعى لأن يكون الشخصية الثالثة في دولة الاحتلال، ولذلك جاءت هذه الحرب ودمرت كل أحلام نتنياهو في أن يكون له شأن عظيم في تاريخ هذا الكيان وفي تاريخ هذه الدولة، ولذلك هو يعرف ويعلم علم اليقين أن نهايته ستكون إلى السجن، نهايته ستكون إلى المحاكمة سواء انتهت الحرب بأي سيناريو أو بأي شكل من الأشكال. قبل الحرب كان هنالك التعديلات القضائية التي وصلت إلى حد المناكفات وحد العراك بالأيدي بين المؤيدين والمعارضين، فكانت الأمور تتجه في اتجاه منزلق وصعب جدا في مستقبل نتنياهو. وجاءت هذه الحرب وكانت عبارة عن القشة التي قسمت ظهر البعير وقسمت ظهر نتنياهو على كل التوقعات وكل السيناريوهات، لذلك يسعى نتنياهو بكل الشكل من الأشكال أن يطيل أمد هذه الحرب حتى يبعد شبح السجن عن نفسه وعن نهايته، وأيضا لأن الخسائر التي يمنى بها الاحتلال على أرض الواقع والضربات التي تسددها المقاومة للاحتلال على أرض الواقع والصور والفيديوهات التي تنتشر ونراها هي خير دليل على ذلك، كل ذلك يجعل من نتنياهو أن يسعى إلى إطالة أمد هذه الحرب حتى ربما تحصل هنالك معجزة أو يرى بعض الشركاء أو المؤيدين من العالم يقوموا بتأييده. وإذا ما رجعنا إلى الوراء لاحظنا أنه في بداية هذه الحرب حاول أن يشيطن المقاومة وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية حماس عندما ادعى بأنها داعش، وفي كل خطاب كان يقول حماس يساوي داعش وتقتل الأطفال، وعندما لم تنطلي هذه الأكاذيب وهذه الحيل على العالم بشكل عام بعد أن شاهدوا الخسائر والإبادة الجماعية التي تعرضت لها الشعب الفلسطيني بين كذب وحبل كذب نتنياهو على العالم عندما أراد أن يشيطن المقاومة وحركة حماس، فلذلك هو باعتقادي من مصلحته أن يطيل الحرب حتى ربما يبحث عن مخرج أو عن معجزة أو إنجاز على وجه الأرض سواء بإعادة المخطوفين أو تحقيق نصر عسكري يخرجه من هذا المأزق الذي حتما سيكون هو نهايته. نعم، أنتقل بسؤال هنا إلى الدكتور معتز المسلوخي رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج. حياكم الله دكتور معتز. نعم، أسعد الله أوقاتكم. حياكم الله دكتور معتز. يعني ما تأثير
الخلاف السياسي لربما بين حكومة نتنياهو والإدارة الأمريكية في على يعني على استمرار الحرب؟ نعم، هو خلاف في الادوات، يعني هو خلاف في كيفيه التنفيذ وليس خلاف في الجوهر والاهداف. ما زالت الولايات المتحده تعارض بشده وقف اطلاق النار، ورايناها يعني خلال 4 شهور الماضيه استخدمت حق النقد في مجلس الامن 3 مرات، كان اخرها في 20 يعني قبل ايام في 20 فبراير السنه اللي احنا 2024. الولايات المتحده ما زالت تتبنى الاهداف التي اعلن عنها نتنياهو وحكومه حربه ومجلس حربه المصغر ايضا، وهي القضاء على حماس، 1، 2، ضمان امن اسرائيل مستقبلا بالقصور الكيان الصهيوني، و3 ايضا اللي هي يعني وعدم وقف اطلاق النار، استمرار العمليات العسكريه. ففي الاطار الفعلي لا يوجد خلاف، لكن في الادوات يعني الولايات المتحده نتيجه ضغط الراي العام الغربي وضغط الراي العام في داخل الولايات المتحده تحاول أن تخرج من الحرج الذي تسببت به، ورأينا هي كانت كثيرا تحاول تفادي يعني استخدام الفيتو، ورأينا كيف حاولت في مشروع قرار إماراتي قبل صدور قرار 2720 حاولت أجلت التصويت، ورأينا محاولة وزير الخارجية الأمريكي مع وزير الخارجية الجزائري لثني الجزائر عن سحب مشروع قرارها أو تعديله. كل هذا يعني يلقي بأبعاد بعيدا عن الجوانب السياسية أبعاد استراتيجية على الولايات المتحدة، بأنه يعني تسعى للضغط على هذا الكيان بتخفيف استهداف المدنيين بين قوسين والذهاب الى العمليه التفاوضيه ومحاوله الحصول على او تحقيق اهداف ان صح التعبير الحمله العسكريه او العمليه العسكريه، تحقيق اهدافها عن طريق التفاوض او العمليه السلميه في يعني بما انها عجزه انه يحققها في العمليه العسكريه. فلا يوجد تباين بالأهداف المتفق عليها، لكن يوجد تباين في الأدوات، يوجد تباين في المصالح، يوجد أضرار جانبية تسبب بها حكومة نتنياهو على الصعيد العالمي، خاصة موضوع يعني الإبادة الجماعية وقرار محكمة العدل الدولية. كل هذا لم يكن الكيان يحسب له حساب، هذا في الإطار الاستراتيجي. فالولايات المتحدة معنية بتخفيف حدة الغضب العالمي بين شعوب العالم، ورأينا يعني لكن في النهاية لا تستطيع أن تفرض، يعني هذا الأهم، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض إرادتها على حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو وأعضائها من غفير أو سموتريتش، هذا أمر واضح وبات يعني من المسلمات. عفوا، ولكن يعني دكتور معتز، هل يعقل هذا؟ الولايات المتحدة تملك كما تعلم أدوات ضغط كثيرة، لربما يعني منها الدعم العسكري اللامحدود وهذا الجسر الجوي وغيره، ألا تستطيع الضغط على حكومة نتنياهو لتنفيذ ليس فقط يعني وقف إطلاق النار وإنما عدم استهداف المدنيين أو تخفيف استهداف المدنيين؟ هل الولايات المتحدة حقا غير قادرة على ذلك؟ لا، أنا أتفق معك، هي قادرة بلا شك. الولايات المتحدة يعني لو اكتفت بوقف تصدير الأسلحة ووقف المساعدات العسكرية وليست الغذائية وليست الدعم السياسي بهذا الأمر، ستستمر الحرب أسابيع وتتوقف من تلقاءاتها. السبب الرئيسي لاستمرار هذه الحرب بهذه الوحشية وبهذه الإجرام هو المساعدات العسكرية وخاصة تصدير الأسلحة للكيان الصهيوني. لكن الولايات المتحدة لا تريد، يعني الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر حليفها الرئيسي وهو الكيان الصهيوني، وهذا أمر رأيناه واضحا. هي تستطيع لكنها لا تريد أن تلجأ إلى هذا الأمر في ظل حصول خلاف حاد مع الكيان الصهيوني، خاصة وهذا مهم جدا نشيره، خاصة إنه بنيامين نتنياهو لديه حلف عربي، لديه حلف عربي ولديه بعض الدول العربية التي تؤيده في عملياته العسكرية، وفي هدفه الرئيسي من هذه العمليات وهو القضاء على المقاومة والقضاء على حماس. فالولايات المتحدة تحاول أن تدير عملية توازنية توازن بين مصالحها وبين الرأي العام، لكن هي تستطيع، نعم بلا شك هي تستطيع، وبقرار بسيط واحد وهو وقف تصدير الأسلحة ووقف المساعدات العسكرية ووقف التمويل للكيان الصهيوني ومنح المساعدات المالية في الإطار العسكري، نعم ستستمر الحرب بحد أقصى. طيب، أسبوع أو أسبوعين من ثم تنتهي تلقائيا. أستاذ عبد السلام، بالعودة إليك، يعني الولايات المتحدة لا تزال تدعم هذا الكيان، لربما يعني هل هناك مخاطرة
برأيك بعلاقاتها مع الدول العربية وحتى في بمصداقيتها في المجتمع الدولي باستخدامها يعني باستمرار استخدامها لحق النقض الفيتو لمنع صدور أي قرار يوقف هذا العدوان؟ يعني هل تفضل الولايات المتحدة قربها أو علاقاتها مع حكومة نتنياهو على مصداقيتها العالمية كدولة شريك لربما في صناعة سلام؟ طبعا تاريخ الإدارة الأمريكية في العلاقة الوطيدة جدا مع دولة الاحتلال هي علاقة قوية جدا، وباعتقادي أن الإدارة الأمريكية لو يهمها العالم العربي أو الإسلامي أو المجتمع الدولي بشكل عام لما دعمت هذا الدعم والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولما وقفت إلى جانب نتنياهو وتحاول إنقاذ موقفه في هذه الخسائر التي يمنى بها في هذه الحرب، وهذه الخسائر الدبلوماسية والسياسية أمام العالم بسبب هذه الإبادة الجماعية. عفواً أستاذ عبد السلام، هنا لا نتحدث فقط عن العالم العربي أو الإسلامي، هناك كما تعلم تبدل واضح في مواقف عدة دول، يعني انكشف الغطاء عن هذه السردية المظلومية الإسرائيلية كما تعلم. طبعاً يعني أمام صمود المواطن الفلسطيني والسردية الفلسطينية سقطت الأقنعة عن كل سردية الاحتلال التي كانت كلها ادعاء وكذب وزور طوال سنوات الاحتلال، كشفت هذه الأقنعة عن وجه الاحتلال الحقيقي بعد هذه الإبادة الجماعية. باعتقادي أن نرجع لو رجعنا إلى الموقف الأمريكي من دولة الاحتلال، الموقف الأمريكي إذا أراد أن يغير من مواقفه فإن ذلك ربما يكون هنالك مصلحة ما بين الاحتلال وما بين إدارة بايدن، لكن الإدارة الأمريكية كما تعلم والجميع يعلم أنها لو أرادت أن توقف هذه الحرب لأوقفتها، لكن هي تعتبر دولة الاحتلال العصا الغليظة للإدارة الأمريكية تلوح بها للعالم العربي والإسلامي ودول المنطقة، وخسارة هذه الدولة هي خسارة لأمريكا، خسارة هذه النهج وخسارة هذا المشروع الإسرائيلي وخسارة للمشروع الأمريكي أيضا، لأنها تدعمه بالمال والسلاح والمواقف والرجال وكل شيء. يعني ماذا يعني عندما بدأت هذه الحرب وجاءت الإدارة الأمريكية ببعض البوارج وبعض القاذفات وأمدت دولة الاحتلال بالأسلحة الكبيرة جدا وبالأموال، يعتمد موقف الإدارة الأمريكية إذا أردنا أن نشر أنه تغير على أمرين، أولا الموقف الداخلي الأمريكي، فإذا تغير وحصل التغير وتململ داخلي في الشعب الأمريكي وفي التجمعات والأطر الداخلية عند الإدارة الأمريكية أو في الشعب الأمريكي، ربما يكون ذلك سببا في تغيير مواقف الإدارة الأمريكية، لأن كما نعلم أننا مقبلون أو هم مقبلون على انتخابات وهم يحسبون لذلك الحساب. لكن باعتقادي الإدارة الأمريكية إذا أرادت أن ترضي بعض الدول العربية فإنها تقوم بإرضائها ببعض المواقف القليلة جدا والخجولة حتى لا تظهر أنها قد تخلت عن هذه الدول العربية أو الإسلامية. نعم، إذن أنتقل أيضا بسؤال هنا للأستاذ عدنان الصباح الذي ينضم إلينا من جنين عبر سكايب وهو رئيس مركز جنين للإعلام. حياكم الله أستاذ عدنان. أنا وسام، حياكم الله عند ضيفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عدنان. يعني وفد الاحتلال يغادر إلى باريس لاستئناف المحادثات حول إبرام صفقة تبادل للأسرى بعد أن جمد كما تعلم نتنياهو الأسبوع الماضي المحادثات، هل ترى بالفعل إرادة من قبل الاحتلال للموافقة على وقف إطلاق نار شامل كما تصر المقاومة الفلسطينية عليه؟ أبدا، لا يوجد أي رغبة ولا أي قرار لدى الاحتلال بأن يقبل بذلك، وعلى أي حال ليس هو صاحب القرار، القرار موجود في واشنطن، القرار موجود بيد بايدن، وقد رأينا القرار في مجلس الأمن ورأينا القرار في تصريحاته وتصريحات بلينكين، وكل موقف الإدارة الأمريكية واضح، لا وقف دائم لإطلاق النار، وفقط أنتم عليكم أن تسلمون الأسرى ولا شيء أكثر، لا يتحدثون على الإطلاق عن الموضوع الفلسطيني ولا يتحدثون على الإطلاق عن المقتلة التي تجري في قطاع غزة ولا يتحدثون على الإطلاق عن كل الجريمة المرتكبة أو الجريمة المنتظرة، الجريمة الأبشع، الجريمة الأخيرة، المقتلة الأخيرة في رفح. كل ما يريده بايدن وبنيامين نتنياهو وقت أطول، ضغط أكثر، على أمل أن يتوصلوا أو يصلوا إلى نتيجة يرغبون بها، أو أن يتمكنوا من إيجاد حل ما للحالة التي الموجودة في رفح. هذا هو الهدف، إطالة الوقت
مواصلة القول للجمهور الداخل الصهيوني أننا نفاوض وأننا لسنا الذين نرفض وأن حماس هي التي تعطل الوصول إلى الصفقة وأن شروط حماس غير منطقية وغير واقعية. هذه هي الكذبات التي يسوقها بايدن ويسوقها بنيامين نتنياهو وعصابتهم. ولا شيء أكثر وأي وهم أن الاحتلال والولايات المتحدة يمكن أن يذهبوا إلى وقف إطلاق نار دائم، هذا أوهام لا وجود لها على أرض الواقع، لأن دولة الاحتلال هذه مجرد قاتل مأجور لدى الولايات المتحدة. واليوم كلاهما يعني بايدن ونتنياهو أسرى لشيطانين هم سموتريتش وبن كبير، وأسرى للمشروع الإمبريالي السويو إمبريالي في المنطقة. لا يمكن لهذه التركيبة وتحديدا الولايات المتحدة، لأن المشروع الولايات المتحدة صاحبة المشروع هي الولايات المتحدة، ودولة الاحتلال هي جزء من هذا المشروع وليست المشروع ولا هي صاحبة المشروع. هناك مشروع أمريكي هشمته المقاومة في 7 أكتوبر، هذا اليوم بالنسبة للولايات المتحدة هو الكارثة، وهم يستخدمون دولة الاحتلال التي أصر على أنها قاتل مأجور لديهم لكي ينتقموا لذواتهم وليس لدولة الاحتلال. ولذلك لا يعني بايدن على الإطلاق لا 134 أسير لدى المقاومة ولا كل شعب غزة، وبالمناسبة ولا كل دولة الاحتلال. يعني لو نبات جميعا بالنسبة لبايدن هذا لا يعنيه شيئا، الذي يعنيه هو المشروع الولايات المتحدة في المنطقة وفي العالم، ونحن جزء صغير في هذا المسنن الذي يعتقد أنه سيده. وإرسال الوفد الصهيوني إلى باريس هذه رسالة إلى الداخل وليست رسالة لأحد آخر، رسالة لذوي الأسرى، رسالة للمعارضة في حكومة الاحتلال، رسالة لمجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر وبعض في الرأي العام والإعلام الذي يتحدث عن الأولويات. لأن نتنياهو الآن متهم أنه يتمنى لو يقتل 134 أسير لدى المقاومة ويتخلص منهم ليتفرغ لذبح شعبنا. هذا هو الواقع الحالي الذي نعيشه الآن، والذين يبنون أو يراهنون أو يعتقدون أن باريس اليوم أو غدا أو بعد غد ستقدم حلا للمقتلة التي تجري على أرض غزة، هذا وهم. الحقيقة أن المطالب التي ظهرت في الرد الذي سلمته حماس للوسطاء على ورقة باريس الأولى، تفاهمات باريس الأولى، هو فقط المخرج الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى حالة مرضية إلى درجة ما للشعب الفلسطيني، وخروج من هذه الأزمة التي وضع نتنياهو وعصابته العالم بها. هذا هو دكتور معتز، يعني كما يبدو وكما قال الأستاذ عدنان فإن الاحتلال والولايات المتحدة يلعبان على ورقة الوقت، ولكن صمود المقاومة الفلسطينية إلى أي مدى برأيك يعني أحرج هؤلاء في فرض أجندتهم؟ نعم بلا شك أنه بعد 140 يوم يعني السؤال الواجب ينطرح، أو السؤال اللي بنطرح، ما الذي كان ينقص الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والاتحاد والاستعمار الغربي والحلفاء الغربيين كلهم لتحرير الرهائن وخضاع المقاومة؟ سؤال جدير بالإجابة عليه. ما الذي كان ينقصهم؟ هل كان ينقصهم أسلحة؟ هل كان ينقصهم تواطؤ عالمي وتواطؤ عربي ومعونة عربية وغطاء سياسي عربي؟ لم يكن ينقصهم شيء، سخرت لهم كل الأسباب المادية للقضاء على المقاومة وتحرير الرهائن. في العلم السياسي هذا الأمر بات واقع، هزيمة المقاومة غير واردة على الإطلاق في الإطار السياسي وفي الإطار العملي على الأرض. اليوم خسائر الاحتلال عزوا عن تحرير أسير واحد باستثناء الفدية اللي دفعها، عزوا عن القضاء على المقاومة،
لجوءه إلى حرب موازية، حرب إبادة جماعية ضد المدنيين، وباعتبارها خاصرة المقاومة الضعيفة. وكل اللي شفنا إنه هذا حتى أدان العالم كله، يعني اليوم حتى حلفاء الكيان الصهيوني في الغرب ودول تبدلت موقفها كما تفضلت حضرتك، فرنسا، بريطانيا، كل الدول الغربية ضد استمرار الإبادة الجماعية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية. فبلا شك صمود المقاومة وأداء المقاومة في الإطار العسكري في الإطار الاستراتيجي حتى في الإطار التفاوضي، يعني اليوم المقاومة تدير المفاوضات بوعي سياسي كبير جدا وبحرفية وأيضا بيد عليا، يعني رغم أنه تم توصيل حلفاء منها قطر للضغط على المقاومة، تم توصيل مصر للضغط على المقاومة، تم الضغط عليها من خلال ممكن أطراف أخرى، روسيا وربما أطراف أخرى، في إطار إيجاد حل سياسي ربما لا يحقق الغاية من طوفان أقصى. المقاومة تدرك حجم طوفان أقصى، تدرك تداعيات طوفان أقصى، تدرك أن التاريخ لا يعود إلى الخلف، تدرك أن هذا الصمود وهذا الحدث الكبير في 7 أكتوبر يجب أن يتوج بإنجاز سياسي عادل، على الأقل عادل، ويوازي التضحيات ويوازي دماء الشهداء ويوازي الإبادة التي ارتكبها الاحتلال. بخلاف ذلك لا أعتقد أنه يوجد حل آخر، يعني الحل الوحيد يوم أمام نتنياهو هو القبول بالواقع. لكن نتنياهو ومن خلاله، هذا أمر يعني بات واضحا، يعني ليس من الدعاية أو من دعاء أي إنسان بتكلم فيه، يعني اليوم ما يطمئن نتنياهو هو غياب الضغط العربي، وجود إرادة عربية، قرار سياسي عربي يدعم نتنياهو سرا وعلانية. ربما ينتقدون التهجير القسري لأنه يضر بأمن قومي لبعض الدول، ربما ينتقدون استمرار الإبادة الجماعية لا تحرجهم، لكن لا يوجد موقف فعلي للدول العربية والدول الإسلامية، موقف فعلي يعبر عن رفضهم. يعني حتى وقت تصدير الخضار والفواكه، حتى وقت تجميد العلاقات، حتى الانضباط لجنوب إفريقيا في الدعوة التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، وعنا 17 دولة عربية و 19 دولة إسلامية موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كلها ليست قرائن، هذه أدلة على أنه الأنظمة العربية لا تريد لهذا العملية العسكرية أن تتوقف. فما الذي يمكن أن يضغط على الكيان الصهيوني ونتنياهو إلا أداء المقاومة وصمودها على الأرض؟ يعني المقاومة الفلسطينية برأيك أستاذ عبد السلام، هل طعنت في الظهر بما يخص، خاصة بما يخص موضوع التهجير القسري ومشروع يعني تهويد هذه المناطق؟ كانت تسعى منذ اليوم الأول لتهجير المواطنين الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب ثم إلى مصر على ما يخططون له. باعتقادي أننا إذا نظرنا إلى هذه المواقف العربية بشكل عام والموقف المصري بشكل على وجه الخصوص، هو موقف لم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وإلى مستوى العروبة والأخوة العربية والإسلامية والجيرة على وجه الخصوص في كل ما تعني الكلمة من معنى. وبالتالي ربما تكون يعني طعنت في جزء من جسدها هذه المقاومة، لكن هذه الطعنة في خاصرة هذه المقاومة ربما لا يهمها، لأنها قد تعرضت إلى طعنات أكبر من هذا الاحتلال وبعض الطعنات السابقة من بعض الأنظمة العربية والإسلامية، لكنها تراهن على صمود أبناء شعبنا في فلسطين وفي غزة الذين يرفضون التهجير، أن يفضلون الموت في بلادهم وفي أرضهم على أن يتركوا هذه الأرض. لكن إن حدث لا سمح الله بعض السيناريوهات، فربما تكون حدث بعض السيناريوهات أمام هذا المخطط الاحتلالي وأمام هذا المخطط الأمريكي الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، فإننا ربما نكون أمام سيناريوهات إما أن تكون هنالك مجزرة كبيرة جدا أو تقصف حدود الدولة المصرية ويجد المواطن الفلسطيني في منطقة رفح أو غيرها نفسه مجبرا ومكرها على العبور تحت تهديد السلاح البري والبحري والجوي ليدخل إلى هذه الحدود. طيب أستاذ عدنان، يعني ممثلة أندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية أكدت أنه ينبغي أن يعد الاحتلال غير قانوني منذ بدايته، ما أهمية هذا الرفض الدولي لربما الحديث حقيقة لتوسع الاستيطان والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية؟ يعني هناك أصوات جديدة تتعالى بخصوص شرعية الاحتلال ككيان.
نعم، نحن نسمع والله، نسمع وإياك، ولكن هذه القرقعة لا تنتج طحينة. الذي يجري العالم، المقتلة تدور على أرض قطاع غزة، دماء شعبنا تسيل هناك، والموت والأوبئة والأمراض والجوع والعطش وانعدام الغطاء وانعدام الماء وانعدام الضوء، كل ذلك يجري على أرض غزة، والعالم منشغل بتوصيف موتنا. يعني دول كثيرة حضرت إلى لاهاي لتلقي بكلمات، والله جميلة الكلمات التي قيلت، والله من الجميع، يعني من المسلمين ومن العرب ومن حتى الغرب، يعني الممثلي دول مثل النرويج ومثل، تحدثوا كلاما جميلا وسيقولون ما هو أجمل. لكن ما الذي يجدي بالنسبة لشعبنا؟ أن تعقدوا دولة، مع احترامي هذا لا أقلل من قيمة كل الدول التي قالت والتي تحدثت والتي نفست عن غضبها، رفعت العتبة عنها، قالت أنني قلت كلاما جميلا وأنني ضد المقتلة. الذي ضد المقتلة من يرفع يده ليمسك يد المحتل ويمنعها. الذي ضد المقتلة يا سيدي لا يهدي أطفال فلسطين، أطفال غزة، أهل غزة. عدد الأطنان التي قصفت بها قطاع غزة تكاد تصل 40 إلى 50 كيلوغرام متفجرات. هذه الهدية التي أهديت إلى أهل غزة، لم يهدى لهم الطعام، ولم يهدى لهم الماء، ولم يهدى لهم الدواء. دمرت كل مستشفيات غزة، ودمرت مدارس غزة ومراكز الإيواء، ودمرت السقوف، سقوف البيوت في غزة، وحتى أن الخيام ليست ممكنة. الناس تنام في العراء، تنام في العراء في مستنقعات الصرف الصحي، وتشرب يا سيد الناس من مستنقعات الصرف الصحي، وتأكل يا سيد الناس من روث البقر، ويموت الناس هناك من الجوع. 700,000 مصاب بأمر بالأوبئة، 60,000 امرأة حامل، 15,000 بالسرطان، 300,000 بأمراض مزمنة بالضغط والسكري، وكل وبدون دواء. هؤلاء أنت تحكم ويعدون عدد الشهداء وعدد الجرحى. هذا عيب أن نواصل تعداد الشهداء. الذي يجري في غزة أن 2.4 مليون إنسان هم بين شهيد وجريح، ولا يوجد شخص واحد على أرض غزة ليس من هذين الصنفين. من لم يستشهد فهو مجروح، من ليس مجروحا بالدم في جسده فهو مجروحا في جوعه، مجروح في عطشه. دكتور معتز، يعني أمام هذا الواقع الذي يتحدث به الأستاذ عدنان، ما أهمية جلسات الاستماع التي تقوم بها محكمة العدل الدولية، هذه الجلسات المستمرة أمام ما يجري من فظائع في قطاع غزة، ويعني على أن هذه الجلسات هي لربما، والقرارات التي ستصدر لربما هي يعني غير ملزمة؟ نعم، ابتداء نحن كحقوقيين وكمختصين بالقانون الدولي، يعني نعلن صراحة أنه انهارت منظومة القانون الدولي كاملة بعد 7 أكتوبر، وهذا أمر ربما لا يحتاج إلى نقاش وفيه تفصيل كثير. انهارت وبدون عودة. اليوم في محاولات لترميمها لكنها لن تنجح لأن الثمن كبير جدا. لكن الجانب الآخر، يعني ما نعانيه اليوم، إحنا ندفع ثمن تقاعسنا، سكوتنا، أخطاء كثيرة ارتكبتها النخب الفلسطينية، وأيضا ارتكبها الناشطين الفلسطينيين. يعني كان، وهذه دعوة جاءناها في شهر مايو الماضي، كان على الفلسطين أن يتمرد على القانون الدولي منذ أعوام، إعلان التمرد على القانون الدولي، لأنه ما يحصل اليوم كان نتيجة طبيعية للهيمنة الأمريكية على مؤسسات المجتمع الدولي، وهذا أمر كان له مقدمات كبيرة جدا. لكن ربما كان الصادم هو الخذلان العربي. يعني كنا نتوقع أنه في ظل عمل عربي مشترك في الأمم المتحدة قد ذهب بعيدا، ذهبنا بعيدا مع جنوب افريقيا. جلسات اليوم محكمة العدل الدولية بلا شك في الإطار القانوني ما قبل 7 أكتوبر هي في غاية الأهمية. اليوم لو بدنا نربطها في الواقع أيضا في الإطار السياسي، أنا أرى لها أهمية، لأنها أنا أراها رد على وثيقة نتنياهو بالأمس.
يعني الحديث عن الاحتلال وعدم شرعية الاحتلال في جانب كبير هو رد وهو تعبير عن الإرادة الدولية لرفض وثيقة نتنياهو التي ذكرها بالأمس من 10 نقاط والتي تقوم على مبدأ شرعنة الاحتلال. لكن كما تفضل ضيفك يعني هنا ليس وقت التنفيذ، يعني ليس وقت الدول 40 دولة أو 45 دولة التي ترافعت كان الأجدر بها، وهذا أمر بنطالبه وفي كل بياناته وبنأكد عليه علانية إنه الآن مطلوب منها الالتزام بواجباتها القانونية ومسؤوليتها حسب اتفاقيات جنيف الأربعة المادة الأولى المشتركة، أيضا حسب المادة الأولى في اتفاقية مع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها. اليوم بات لزاما على هذه الدول تعلن قطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتطرد سفراءه وتجمد كل العلاقات كما فعلت البرازيل. هذا أمر مطلوب اليوم بعد 140 يوم، كان مطلوب من اليوم الأول، لكن اليوم بعد 140 يوم بات لزاما وبات في إطار قانوني. أستطيع أن أقول أنه ليس تخاذل، هو ممكن يدخل في جانب منه في المسؤولية في الإبادة الجماعية، لكن أن تكون هذه المسؤولية على مستوى 194 دولة هذه الكارثة. طيب من هنا جاءت عفوا دكتور معتز، يعني قطع الإمدادات عن وكالة الأونروا إلى أي مدى أيضا يكشف لربما يعني نفاق هذه الدول من جهة تدعو إلى تحسين الأمور في قطاع غزة ومساعدة المدنيين وعدم استهدافهم، ومن جهة أخرى تقطع الإمدادات عن المؤسسة التي تعنى بهم؟ نعم، سجل علي هذا الكلام، أنا دائما كنت في المحاضرة دائما أقول سجلوا علي، وهذا أمر ليس اجتهاد، ليس يعني تنبؤ، هو اجتهاد قانوني. اليوم سيدفع ثمن ما يحصل اليوم في القانون الدولي الأجيال القادمة في أوروبا، يجب أن يدافع عن أجيالهم القادمة في أوروبا. انهيار منظومة القانون الدولي لن يدفع ثمنها الفلسطيني فقط، عودة شريعة الغرب ستدفع ثمنها الأجيال الأوروبية القادمة، ومن هنا يخلق الكثير من الحقوقيين في الغرب، ومن هنا يجن جنونهم. لا يجب أن يسمح أن تبقى إسرائيل كيان صهيوني فوق القانون الدولي. هذا ما ذهبت إليه جنوب إفريقيا وأيضا قضاة محكمة العدل الدولية، وإن كان قرارهم غير كافي أنا في رأيي، لكن ذهبت إلى اتهام الكيان الصهيوني بالإبادة الجماعية. وأيضا في اليوم وصف سياسي صار بس قانوني إنه ما يمارسه نتنياهو هو تماما ما مارسه هتلر. أيضا الإبادة الجماعية في غزة هي الصورة الحديثة المكررة للهولوكوست بين قوسين. إذا اليوم الدول أمام انهيار منظومة القانون الدولي عليها أن تطهر أنفسها. الشعب الفلسطيني يعاني هذا الظلم من 106 أعوام. حجم الإبادة الجماعية التي تحصل هي قدر الإنسان الفلسطيني، لكن أيضا في جانب آخر هي قدر ومسؤولية الإنسانية. اليوم القصص التي تأتي من غزة، وهذا أمر مهم جدا في الإعلام أن يذكر، في رأي خبراء ما حصل في غزة في 4 شهور الماضية لم يحصل في الحرب العالمية الثانية ولا في الحرب العالمية الأولى، في ظل غياب كل أدوات المساعدة وفي ظل غياب القدرة على المساعدة. حتى في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية حجم المعاناة الإنسانية ليس مثل ما يحصل في غزة، هذا غير معقول، هذا غير مقبول. فاليوم المطالب الدول ليس فقط التنفيذ، اليوم بحاجة إلى قرار عملي، بحاجة إلى إجراءات فورية، وأيضا بحاجة في الإطار النخب السياسية وفي إطار النخب القانونية والناشطين أن نوصل توصيف قانون. نعم اليوم الدول العربية مسؤولة مسؤولية كبيرة أمام القانون عن الإبادة الجماعية، ولن يقبل منها عذر. وأنا شخصيا سأدعم أي حراك قانون ضدها في الأمم المتحدة في أمام العدل الدولية، لأنه هذه دماء أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم المطالبة بالتحرك يأتي أيضا في إطار قانوني. الإنزال الجوي، ما الذي يحول بينه وبين الإنزال الجوي؟ هل تستطيع إسرائيل أن تتعرض إلى 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 طائرات من 22 دولة عربية؟ ولو فتحنا اليوم الباب أمام دول العالم، عندنا 153 دولة كانت في أي وقت تدخل النار، على الأقل ستأتي 70-80 دولة بطائراتها أو بأعلامها تسمح بأعلامها على الطائرات للإنزال الجوي. هل يستطيع نتنياهو أن يواجه هذا العالم؟ هل يستطيع نتنياهو أن يواجه أي حراك من وفود ومن وزراء ومن برلمانيين إذا أرادوا العبور إلى معبر رفح في مصر؟ لماذا مصر لا تسمح للمنظمات الدولية بأن تجتاز الحدود على مسؤوليتها؟ كثير من المتطوعين تعهدوا وأقروا بأنهم يتحملوا مسؤولية حياتهم، فقط يريدوا أن يمروا إلى غزة. وحتى كان في محكمة العدل الدولية خلال المرافعات الإسرائيلية كان هناك اتهام من ممثلي الكيان لمصر بأنها هي من تعرقل إدخال المساعدات من جانب معبر رفح. نعم صحيح، وأعادها بايدن، وللأسف لم نرى رد فعل في الإطار، حتى في الإطار المصري. نحن نتفهم كثير من الجوانب السياسية، لكن ليست هذه مصر،
هذا ليس دور مصر التاريخي. مصر ليست دولة عاجزة، ليست دولة ثانوية. مصر تستطيع أن تفرض إرادتها السياسية وأن تسمح بدخول مساعدات، ولن يجرؤ نتنياهو على مواجهة مصر. هذا في القراءة السياسية واضح، واضح جدا. نتنياهو لا يجرؤ أن يواجه مصر عسكريا، ولا يواجه مصر أو مع الأردن، ولا مصر مع دول الخليج، ولا مصر مع الدول العربية والإسلامية مثل تركيا. لكن لماذا تغيب الإرادة السياسية؟ هذا السؤال المحير. لماذا لا تتجه الدول العربية في إرادة سياسية واضحة؟ هل هذا كله فقط لأجل القضاء على المقاومة وحماس؟ هل بات القضاء على حماس هو يعني، هل بات التضحية ومعاقة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية لـ2 مليون فلسطيني ثمن وازن وثمن يستحق أن يعني أن يقبل به القضاء على حماس بن قصير؟ أعتقد هذا الأمر يطرح الكثير من التساؤلات ويحمل الجميع المسؤولية. نعم أستاذ عبد السلام، يعني الوقوف بوجه هذا الكيان ووحشيته وهمجيته وظلمه لما يعني لسكان فلسطين المحتلة للفلسطينيين، إلى أي مدى يعني هذا الوقوف في وجه الاحتلال أصبح ضرورة حتمية ليس للدفاع عن الفلسطينيين فحسب، وإنما كما ذكر الدكتور معتز لأنه لربما يدفع ثمنه الأجيال القادمة من يعني أوروبا ومن الدول الغربية، سيدفع كل حصته من هذا الإجرام. إلى أي مدى الآن باتت ضرورة الوقوف في وجه هذا الاحتلال؟ يعني أخي الكريم، هذا الشعب الذي مضى ما يزيد على 70 عاما وهو يناضل ويكافح هذا الاحتلال، ولم يتوانى يوما ولم يقف يوما عن مواصلة المقاومة أو النضال أو الكفاح ضد هذا الاحتلال. باعتقادي أن الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للاحتلال يسعى للانعتاق وللتحرر وللتخلص من هذا الاحتلال، ولأنه قد جربت على مدى 30 عاما أو أكثر الحلول السلمية والمفاوضات واتفاقية أوسلو وغيرها من الاتفاقيات التي كانت عبارة عن ضحك على الذكون ولم تؤتي أي ثمار، بالعكس زاد الاستيطان بعد اتفاقية أوسلو وزاد التهويد وزادت المعاناة وزادت الانتهاكات والاقتحامات، وخسرنا كثيرا في مدينة القدس بعد هذه الاتفاقيات. لذلك باعتقادي أمام الشعب الفلسطيني، لأن قد فشلت كل الحلول السلمية وغيرها من المقاومة السلمية، ليس أمام هذا الشعب الفلسطيني إلا الصمود إلا مقاومة الاحتلال حتى يتوصل إلى الحقوق الشرعية، لأن كل الشرائع الدولية تبيح لهذا الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال ويتخلص من الاحتلال ويحرر أرضه ويعيش بكرامة وإنسانية. لذلك نحن نرى في الضفة الغربية قبل 7 من أكتوبر كانت ساحة حرب مشتعلة، وقبل عدة أعوام كانت في فلسطينية 48، وفي مدينة القدس الذين هم رأس الحرب في الضفة الغربية للدفاع عن المسجد الأقصى، وما الانتهاكات الأخيرة والتصريحات الأخيرة لابن غفير وسموتريتش بأنه يمنع على كل فلسطيني من الداخل أو الضفة الغربية الدخول إلى المسجد الأقصى إلا هي عبارة عن محاولة لإشعال ساحة الضفة لتعويض هذه الخسائر والتواطؤ والتراجع في ساحة المعركة، لتعويض أمام جبهته الداخلية أننا نحن الفاعلون على الأرض في الضفة، أننا نحن الذين نملك زمام المبادرة، وأن هذا البيت المسجد الأقصى هو بأيدينا ونحن من نتحكم في من يدخل ومن يخرج. لذلك ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود إلا المقاومة حتى يتم التحرر الكامل من هذا الاحتلال. نعم، إذن ضيوفنا الأكارم اسمحوا لنا أن نخرج إلى هذا الفاصل ونتابع هذه المادة ثم نعود إليكم.
أهلا بعودتكم مشاهدينا الكرام. إذا أتوجه بالسؤال هنا للأستاذ عدنان الصباح. أستاذ عدنان، كيف تقرأ ما يجري في الضفة الغربية من تصعيد وانتهاكات سواء في الضفة الغربية أو حتى في القدس؟ هل هو يعني هروب للأمام أم ماذا؟ أنت تعلم والعالم يعلم وتحديدا شعبنا الفلسطيني يعلم أن العقيدة الصهيونية في جوهرها تكمن هنا في الضفة الغربية، أن الهدف الحقيقي هنا في الضفة الغربية في القدس وفي رام الله وفي تلال الضفة الغربية وجبالها. والذين لا يعرفون عليهم أن يعودوا إلى ما قاله بنيامين نتنياهو في كتابه في الشمس بالحرف: إذا لم يكن من حقي أن أستوطن بيت إيل، ويقصد منطقة رام الله ويهودا ويقصد القدس، فبالتأكيد ليس من حقي أن أستوطن الشاطئ. والذي يرى ماذا يخطط له وكيف يرى سموتريتش وبن جفير والأخطر سموتريتش بعقيدته الصهيونية، والذي يتحدث حتى اللحظة اليوم كان هناك مصادق على إقامة 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، الذي يرى ماذا يفكرون وكيف يفكرون يعرف جيدا أن الهدف هنا هم أنفسهم يقولون أن لا أحلام صهيونية على أرض قطاع غزة. وهذا كان سبب هروب شارون ومفاز من قطاع غزة ورحيلهم من هناك، لأن المبرر الذي وجدوه ليقدموه لناخبيهم أو لجمهورهم ليس الهروب من المقاومة وليس الهروب، لم يقولوا ذلك، قالوا أن لا أحلام صهيونية وبالتالي ليس لنا هناك ما نبقى من أجله. هذا لا ينطبق على الضفة الغربية. الذي ينطبق على الضفة الغربية أن كل ما يجري الآن في قطاع غزة هو المقدمة الحقيقية للمقتلة الأخرى في الضفة الغربية، للجريمة الاكتمال الجريمة التي ينتظرونها بهدم المسجد الأقصى، الذي يجعل من الجريمة مكتملة بتدمير كل المخيمات في الضفة الغربية وبترحيل أكبر عدد ممكن من سكان الضفة الغربية وبحشر ما تبقى منا في كانتونات مغلقة ومتفرقة ومنفصلة عن بعضها البعض. ولذلك هذا الذي يقومون به الآن بهدوء وخطوة خطوة، يدمرون البنى التحتية وتحديدا في المخيمات والمدن الرئيسية وتحديدا في شمال الضفة الغربية، لأن شمال الضفة الغربية هو الأكثر كثافة وعددا والأقل استيطانا، وبالتالي القدرة السيطرة على شمال الضفة الغربية صعبة، وجود هذا الكم من البشر خطير. لذلك الإيذاء والعمل الذي يدور ضد جنين نابلس تولكرم كالقيليا والمخيمات وصولا إلى مخيم عقبة جبر، هذا يعني إزاحة هذه المناطق وإبعادها أولا عن حدود الأراضي المحتلة عام 48 لصالح إقامة مستوطنات أكثر وخلق كما يقولون غلاف جنين. هم يتحدثون عن غلاف جنين قبل الحرب حتى كما كانوا يتحدثون عن غلاف غزة، وهذا الذي نراه وهذا الذي يصنعونه الآن خطوة خطوة. حتى الآن حوالي 400 شهيد منذ طوفان الأقصى حتى اليوم، أكثر من 8000 معتقل، آلاف الجرحى، وهدم على البيوت وتدمير للبنية التحتية وتحويل الحياة في الضفة الغربية مخيماتها مدنها قرى إلى حياة غير ممكنة غير صالحة للحياة الآدمية. هذا إلى جانب الخنق الاقتصادي، شلل اقتصادي في الضفة الغربية. اليوم بين في كل الضفة الغربية هناك حوالي 700 حاجز عسكري يقطع أوصال الضفة الغربية ويفصل الضفة الغربية عن القدس ويفصل الضفة الغربية عن الأراضي المحتلة 48. هذا عدا عن الحواجز الإسمنتية والترابية والبوابات الحديدية التي يقيمونها على مداخل القرى التي تقترب من الشوارع التي يتحرك عليها المغتصبين. كل هذا الذي يجري والاغتيالات المتواصلة في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام المقاومة، تجفيف
أطراف المقاومة. والغريب وهم يقولون ذلك أمس قالوا عن جنين أننا كلما قمنا باجتياح وكلما قتلنا واعتقلنا وجرحنا كلما فوجئنا في المرة القادمة أن عدد المقاومين أكثر مما كان في المرة السابقة. إذا هم يعرفون أنهم يثيرون المقاومة أكثر، يدفعون بالضفة الغربية إلى الانفجار، ولأنهم مدركون وواثقون أن هذا الانفجار قادم يقومون بكل هذه الجرائم في الضفة الغربية ويلوحون لنا بما يجري لأهلنا في قطاع غزة. نعم. طيب عفوا دكتور معتز، أين هو المشروع الفلسطيني خاصة من قبل السلطة الفلسطينية لمواجهة ما يجري في يعني في في فيما تحدث به الأستاذ عدنان من مخططات الكيان الصهيوني؟ أنا في المداخلة السابقة ذكرت أنه نحن ندفع ثمن سكوتنا على هذه القيادة وعلى السلطة. يعني السلطة كان أمامها أدوات كثيرة جدا على الأقل في الإطار الدبلوماسي بعيدا حتى عن المواجهة، يعني على العسكرية. هي من عطل المحكمة الجنائية الدولية منذ 2018، لم تمارس أي ضغوط على كريم خان. هي من تلكعت كثيرا في الذهاب إلى، وما زالت مع المجموعة العربية في الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل مثلا تعليق عضوية الكيان الصهيوني، حتى لو قبلنا بالفيتو الأمريكي لم يكن ثمة حرام. أيضا هي التي ما زالت تتمسك بمشروع وهمي اسمه مشروع أوسلو. يعني أكثر من أنه بنيامين نتنياهو يعلن مرارا وتكرارا أنه لا دولة فلسطينية، والأمس بالوثيقة التي أخرجها ويعرضها على مجلس الحرب أو على حكومته لاعتمادها بأنه لا يوجد دولة فلسطينية. إذا أمام هذا الواقع على السلطة حتى أنه وصف أوسلو بأنه كان خطأ استراتيجي. نعم صحيح، لا يوجد يعني حتى أوسلو لا يوجد فيه دولة فلسطينية، وهذا أمر يعني في تفاصيل كثيرة في الجانب القانوني. لكن أمام مشروع صهيوني قائم حقيقة على الإبادة الجماعية منذ 48 من تصريح بلفور لليوم، واقع الضفة كما يعلم الجميع، واقع الضفة في ظل حتى بعد أوسلو في ظل الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين والقتل اليومي، أصبحت يعني جوهر يوميات المحتل في فلسطين على مدار 75 سنة. إيش هي؟ هي استيطان، اعتقال، قتل، تعذيب أسرى، هدم منازل، ملاحقة المواطنين، التضييق عليهم، كل هذا الأمر، الأبارتايد، كل إعدام ميداني، هذا واقع اليوم المواطن في الضفة عبر عقود. فاليوم ماذا تنتظر من هذا الاحتلال في ظل بعد طفال أقصى أمام هذا الضرب الذي تلقاه؟ إذن هو بلا شك سيستمر في مشروع الصهيوني القائم أصلا على ضم الضفة الغربية كاملة. اليوم القيادة الفلسطينية إن صح التعبير إن أرادت أن تستمد أو تسترجع شرعيتها في إطار ما، تستطيع العودة إلى الضرب الصحيح، تستطيع العودة إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتبني الكفاح المسلح. اليوم من الغريب أن نسمع في أمام العدل الدولية الصين تتكلم عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة، ومحمود عباس يكلمنا عن المقاومة السلمية. هل يوجد مقاومة سلمية ضد احتلال؟ هذا مصطلح صنيع، مصطلح لم يستخدمه أحد، المقاومة الشعبية السلمية. اليوم المقاومة المسلحة ليست عار وليست عيب، هي حق أصيل في القانون الدولي. اليوم يجب التمسك بها وإعلاءها أمام الإبادة الجمعية. لن يوقف الإبادة الجمعية في ظل عجز العالم إلا المقاومة. هذا أمر وعذرا للمقاطعة دكتور معتز المسلوخي، كنت ضيفا عبر سكايب من قطر، رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، شكرا جزيلا لك. ومن جنين كنت ضيفا عبر سكايب رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من الضفة الغربية الذي كان معنا عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد السلام عواد، شكرا لكم ضيوفنا الأكارم، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.